أولا مرحبا بكم طبعا، شكرا للعزيزة الدكتورة أنيسة المقراشي نموذج المرأة المغربية المناضلة والحاضرة. أريد أن أحدثكم عن المرأة المغربية. طبعا سندان الوقت لن يسمح لي بالحديث الكثير، ولكن سأحاول من خلال بعض الصور الدالة أن أحدثكم عن المرأة المغربية. شكرا جزيلا للمصدر ميديا على متابعتها لهذا اللقاء المهم، واللي هو لقاء كان حول دور القيادات العربية والإفريقية في صناعة السلام ودور المرأة بشكل خاص. مداخلتي ركزت فيها على المرأة المغربية وحضورها الوازن وما حققته في السنوات الأخيرة، وقلت بأن هذا راجع إلى ثلاث أمور: أولا الإرادة السياسية الملكية، ثانيا النضال المجتمعي ونضال الجمعيات النسائية، ثالثا شخصية المرأة المغربية، وأعطيت على أمثلة على ذلك من التاريخ بنساء مغربيات يعني برزنا طيلة تاريخ المغرب، ومستوى الخصوصيات أيضا، أن المجتمع المغربي له خصوصياته التي تجعل من المرأة حاضرة وفي عمق كل تغيير وكل تطور اجتماعي. شكرا لجميع المنظمين لمؤتمر المرأة والورقة اللي تكلمنا فيها أو الموضوع تكلمنا عنه، تكلمت عن الرؤية الاستشرافية للمملكة العربية السعودية 2030 في تمكين المرأة من المناصب القيادية. طبعا احنا من 2015 بدأت المرأة تأخذ حقها كثير في العديد من القرارات وفقا للقيادة الحكيمة وفقها الله. الملك سلمان بن عبد العزيز أعطى المرأة مكان مرموقة، ولي العهد حفظه الله كرم المرأة وأعطاه اهتمام كبير، منحت المرأة الكثير من القرارات وعينت في كثير من المجالات، أصبحت المرأة سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في أمريكا وفي السويد، وكذلك أصبحت المرأة السعودية ملحق ثقافي، أصبحت نائب وزير. جميع مجالات الحياة المرأة السعودية شاركت فيها، فأحنا نرفع القبعة لسمو ولي العهد الأمير حمد بن سلمان حفظه الله، ونشكره ونشكر قيادتنا حفظه الله على ما قدمته للمرأة. المرأة هي فعلا أعطت حقها بها بعين من القادة حفظهم الله. يسعدني عن مداخلة اللي هي التنمية المستدامة للمرأة وفق 2030، وهي الرؤية الذهبية التي وضعها الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، نسميه العهد الذهبي، التي المرأة أخذت مكانتها وضمن لها كل الضمانات اللي يجعلها تسير في عملها وتتعلى أعلى المناصب بأمان، مثل قانون منع التحرش وقوانين زي ما قلت عليها اللي هو يكفلوا لها قرة، اللي هو طبعا رعاية أطفالها. والمرأة حققت بذلك أعلى المناصب وكانت ظهرت دوليا وفي المحافل الدولية. فشكرا للمؤتمر ده اللي جعلنا نتكلم بفخر عن المملكة العربية السعودية وعن المرأة ما وصلت إليه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.